برونكيال أزمة أو الربو الشعبي. كلمة برونكيال يعني في البرونكيال تري، أزمة جاية من اللاتين وورد اللي بتعني بانتينج. بانتينج يعني مش قادر ياخد نفسه أو بيلهث. عايزين نعرف بعض الحاجات عن البرونكيال أزمة قبل ما نتكلم على العلاج. عايزين نعرف الديفينيشن، ايه الاسباب اللي بتجيب البرونكيال أزمة او الاتيولوجي، ايه التريجرز اللي بتبتدي الاتاك، ايه الباثولوجي اللي بيحصل لما تحصل الاتاك، ايه الفيزز بتاعت البرونكيال أزمة، وفي الاخر هنتكلم على فكرة عن اللاينز اوف تريتمنت. الديفينيشن، البرونكيال أزمة التعريف بتاعها هي generalized obstructive airway disease. كلمة generalized يعني بيحصل في الرئة اليمين والرئة الشمال، وبيحصل عند كل السيجمنتس بتاعت اللنج. obstructive يعني بيحصل انسداد، وهذا الانسداد بيكون في الايرواي ما بيكونش في البلود فيسلز. ساعات نسميها generalized obstructive airway disease وساعات نسميها generalized obstructive pulmonary disease. لو ده التايم لاين، بنلاقي الاتاكس بتحصل في اوقات، عشان كده سميناها paroxysmal، وان بتوين الاتاكس بيرجع الشخص نورمال تاني، وده بيفرقها من الاوبستراكشن اللي بيحصل نتيجة شرب السجاير. فهي ريفيرسابل جنراليزد اوبستراكتيف ايرواي ديسيز بتحصل في باروكزيزمس. ايه السبب بتاعها او ايه الاسباب اللي عملتها؟ في الحقيقة في حاجات كتيرة غامضة في الايتيولوجي بتاع البرونكيال ازم، لكن قدرنا نعرف نوعين. نوع جينيتيك، الجينيتيك ده عادة بيبتدي في سن الطفولة قبل 12 سنة، childhood onset، وقدرنا نعرف الجين اللي مسؤول عن هذا التايب. في النوع الجينيتيك بنلاقي دايما في family history للبرونكيال أزمة. التاني الانفيرومنتال، ده عادة بيبتدي بعد 12 سنة. اتقال له تفسيرات كتيرة، اشهر واحد منها اسمه الهايجين هايبوثيسس. الهايجين هايبوثيسس ده بيقول ان اثناء النمو الطفل الاول بيعتمد على التي هيلبر سيل تايب 2، وكل ما يكبر بيقل اعتماده على التي هيل بارسيل تايب 2 ويتحول الى التي هيل بارسيل تايب 1. لو ما حصلوش اللي اكسبوجر للبكتيريا والفيروسات بيفضل طول عمره على التي هيل بارسيل تايب 2 اللي هي مسؤوله عن الباثوجينيسيس بتاعه البرونكيال اذن. ايه التريجرز؟ امتى تبتدي الاتاك؟ في حاجات كتيره اتوصفت التريجرز، بعضها allergens يعني antigen زي البولينجرين حبوب اللقاح، وعشان كده دايما الاتاكس بتحصل في فصل الربيع، والداست مايت، المايت دي حشرات صغيرة قوي ممكن ما تشافش بالعين المجردة، بتبقى موجودة في التراب، فلما يحصل تنفيض مثلا للسجاجيد في البيت تبتدي الاتاكس. وزي المولدز، المولد اللي هي الفطريات، وزي البيت دندر شعر القطط ممكن يبتدي الاتاك للناس اللي بتربي الحيوانات في البيت. ازاي الانتيجين بيتريجر البرونكيال ازمة؟ الرسمة دي بتوريني ايه الميكانيزم. الانتيجين بيبتدي يدخل من بره، تقابله الماكروفاج وتتعرف عليه، وبعدين تروح للتي هيلبر سيل تايب 2. التي هيلبر سيل تايب 2 بتبتدي حاجات كتيرة تعملها، منها انها بتبعت اشارة للبي لينفوسايتس، والبي لينفوسايتس
تصنع الايمونوجلوبولين واي. الايمونوجلوبولين واي يروح يمسك على سطح الماست سيل، اول ما يقابل الانتيجين بيريليز مجموعة كبيرة من الميدياتورز. الحاجة التانية انها بتستدعي كرات الدم البيضاء التانية وبالذات الايزينوفيلز، و المديشن بتاع الاكشن بتاع تي هيلبر سيل بيبقى مينلي بتايب من الانترلوكنز اسمه انترلوكن 5. الميكانيزم دي اسمها التي هيلبر سيل ديبندنت تايب. الايزينوفيلز ايضا والنيوتروفيلز ليهم رول. النيوتروفيلز ممكن تيجي وتفاجوسيتوز الانتيجين وتطلع انترلوكين تاني اسمه الانترلوكين 8. التايب بتاع البرونكيال ازمه اللي بيبقى ميدييتد بالنيوتروفيلز بيبقى مور سيفير عن التايب اللي ميدييتد بالتي هيلبر سيلز او الايزينوفيلز. ايضا التريجرز ممكن تكون حاجات من اللي بتعمل تلوث في البيئه، البوليوشن زي عادم السيارات وزي دخان السجاير. ازاي الحاجات اللي بتعمل بوليوشن بتريجر البرونكيال ازمه دي؟ خليه الايزينوفيل لما بتتعرض للسيجاره سموك بتبتدي تطلع المحتويات اللي جواها. المحتويات اللي جواها دي اسمها ميدييتورز، يا اما بتطلعها يا اما بتصنع حاجات جديدة. الميدياتورز دي زي الهستامين والليكوترينز والبروستاجلاندينز والبليتليت اكتيفيتنج فاكتور. الميدياتورز دي لما تروح على الميوكوزا بتقدر تعمل ديجراديشن للليبيدز والبروتين والنيوكليك اسيد وتبتدي انفلاماتوري رياكشن في كل اللاير بتاع البرونكيول. ايه اللي بيحصل في البرونكيال ازمة يخلي العيان مش قادر يطلع النفس بتاعه او يعمل اكسبيريشن؟ البرونكيال ازمة الاوبستراكشن فيها بيبقى مينلي اكسبيراتوري اكتر منه انسبيراتوري. الليفل بتاع الاوبستراكشن بيبقى في البرونكيولز بعد ما بينتهي الكارتريج من البرونكيال تري. النورمال برونكيول زي ما شايفين ادي اليومن بتاعه واسع يقدر يعدي الهواء، ادي الميوكوزا والماسل لاير. ده البرونكيول في مريض عنده البرونكيال ازمه. ايه اللي احنا شايفينه فيه؟ شايفين الماسل لاير بقت كونتراكتد برونكوسبازم، وده مسؤول عن نسبه كبيره جدا من الاوبستراكشن. شايفين في كونجيشن او ميوكوزا الاديمه في الميوكوزا وده بيضيف للأوبستراكشن. وشايفين الليومن في ثيك او تينيشيس ميوكس. تلات حاجات دول هما اللي مسؤولين عن الأوبستراكشن في الأكيوت أزمة. لو الأزمة اتثبت من غير علاج او اهملت ما بتبقاش ريفيرسابل ويبتدي يحصل تغيرات اخرى اشهرها الفايبروز اللي بيحصل في اللامينا بروبريا. الميوكس بيبقى اكثر سماكة بيبقى ميوكس بيلت، والماسل لاير بيحصل لها هايبرتروفي ثيكند ماسل لاير. ايه الباثوجينيسز للنجلكتد ازمة اتاك دي؟ الازمة الايرلي، في الازمة الايرلي بيحصل استيميوليشن ل خلية اسمها الالفلر ماكروفاج. الالفلر ماكروفاج دي عن طريق الهستون استيليشن بتريليز تيومر نكروتيك فاكتور الفا وبتريليز انترلوكنز رقم 8 وبتريليز جرانيلوسايت مونوسايت كولوني ستيميوليتنج فاكتور. الكورتيزون بتقدر تمنع المشكلة دي لو اتاخدت لانها بتروح تشتغل على جين اسمه هيستون دي اسيتايليز 2 وتعمل انهبيشن للباثوي ده اللي هو بيعمل ريموديلنج في البرونكيال تري.
الناس اللي بيشربوا سجاير او الاثماتيك اللي بيتعرضوا للسموك او الازمه السيفير والنجلكتد، البصويف فيها زي ما احنا شايفين بيبقى مور سيفير. ايه السبب؟ السبب ان دخان السجاير بيحتوي على بروكسي نايترايت بتنهبت الهستون دي اسيتيليز 2 جين، وبالتالي هذا المريض لما ياخد كورتيزون ما بيستجبش له. الريبيتد اتاكس مره ورا التانيه بتعمل ريموديلنج بيرمننت ويتغير شكل البرونكيول وما ترجعش تاني للنورمال. الفيزز بتاعت البرونكيال أزمة بعد ما بيتعرض للتريجر بنقسمها إلى الفيز 1 والفيز 2. الفيز 1 ده بيحصل إيميديت أول ما يتعرض للتريجر، في خلال ثواني تبتدي الأتاك، يبتدي البرونكوسبازم. الفيز 2 بيبقى ديليت من ساعتين لثمان ساعات بعد الفيز 1. الفيز 1 أهم حاجة بتحصل فيه البرونكوسبازم. الفيز 2 اهم حاجة بتحصل فيه الانفلاميشن اللي يتبعه الميوكوزا الاديمة والميوكا السكريشن. وبالتالي فيز 1 العلاج بتاعه بيبقى مينلي برونكو دايليتورز. في فيز 2 نبتدي نحتاج ادوية اخرى زي الكورتيكوستيرويدز. نشوف اللاينز اوف تريتمنت بتاعت البرونكيال ازمة. في حاجات بتتاخد اثناء الاتاك اسمها كويك ريليف ميديكيشنز او بنسميها ريليفرز، وفي حاجات بتتاخد ان بتوين الاتاكس عشان تمنع الاتاك انها ترجع تاني بنسميها لونج تيرم كنترول ميديكيشنز او الكنترولرز. اهم دواء او الكورنر ستون دراج في علاج الاكيوت اتاك هي ادويه البرونكودايليتورز الشورت اكتنج عشان تشتغل بسرعه. لو احتجت بضيف لها بعد كده سيستميك كورتيكوستيرويدز. بتتقلب الآية في الكنترولرز، أهم دواء يمنع الأتاك إنها ترجع هي الإنهيلد، مش الشورت أكتنج بقى، مش السيستميك كورتيكوستيرويدز، الإنهيلد كورتيكوستيرويدز. وممكن لو احتجت أضيف ليها برونكو دايليتورز بس تكون لونج أكتنج ما هي الشورت أكتنج. في أدوية أخرى ما بستخدمهاش بكثرة زي اليوكوتراين موديفايرز، زي الكرومولين دراجز اللي ساعات نسميها الماست سيل ستابلايزرز، زي أدوية موجهة ضد الإيمينوجلوبولين إي اللي هو بيميديت الأتاك، وأدوية أخرى كثيرة. نبتدي بالمجموعة الريليفر اللي أشهر واحد فيها اللي هو البرونكو دايليتورز. لو دي البرونكيال سموز ماسلز وادي الساركوبلازميك ريتيكولم مخزنه الكالسيوم، لو الكالسيوم طلع بره بيعمل كونتراكشن في السموز ماسل، ولو الكالسيوم دخل جوه بيريلاكس السموز ماسل. اللي بيطلع الكالسيوم من السموز ماسل هو الاي بي 3، واللي بيدخله يحبسه السايكليك ام بي. فالسايكليك ام بي بتلعب كورنر ستون في الريليف بتاع الاتاك. الاي بي 3 الدور بتاعها اضعف. السايكليك ام بي بيجي من الادينوزين ترايفوسفيت او الاي تي بي بانزيم الادينايل سايكليز. في اتنين ريسبتور بيتحكموا في الادينايل سايكليز، واحده بتعمل ستيميوليشن والتانيه بتعمل انهيبيشن. اللي بتعمل ستيميوليشن هي البيتا 2 ريسبتورز. لو عملت ستيميوليشن ازود السايكليك ام بيها الم الكالسيوم جوه الساركوبلازميك ريتيكولوم ويحصل ريلاكسيشن. الثانيه الادينوزين اي 1 ريسبتور، ودي بتعمل انهيبيشن للادينايل سايكليز. لو انا عملت لها انهيبيشن انا هريليف الاتاك. الادويه اللي بتستيميوليت البيتا 2 ريسبتور هي الادويه مينلي البيتا 2 سيلكتيف زي السالبيوتامول او الالبيوتيرول الاسم التاني بتاعه. وممكن كنا زمان بنستخدم ادويه نون سيلكتيف زي الابنفرين وزي الايزوبرينالين، ولكن الاحتياج ليهم قليل. الادويه اللي بتنهبت الاي 1 ريسبتور هو الثيوفيلين، واحد من مجموعه الميثايلزانسينز.
نيجي بقى للاي بي 3. الاي بي 3 بيجي من بي اي بي 2 فوسفو انيسيتول دايفوسفيت، بيتحول للانوسيتول ترايفوسفيت اللي هو الاي بي 3 عن طريق انزيم اسمه فوسفولايبيز سي. هذا الانزيم فيه 3 ريسبتور بتتحكم فيه والتلاتة انهيبيتوري، ريسبتور الماسكارينيك ريسبتور رقم 3 الام 3، وريسبتور الليكوتراين دي رقم 4 ليكوتراين دي 4 ريسبتورز، وريسبتور للهيستامين الاتش 1 ريسبتورز. الانهيبيشن بتاع التلاتة دول يفيدني في علاج البرونكيال ازمه. الام 3 بتبقى انهبيتد بالانتي كولينرجيك دراجز زي الابراتروبيوم، الليكوتراين ريسبتورز بيحصل لها انهبيشن بالليكوتراين ريسبتور بلوكرز زي المونتلوكاست. الاتش 1 ريسبتورز دي بقى جينا نقفلها ما استفدناش كتير. ادويه الانتي هيستامينك ما بتفيدنيش كتير في علاج البرونكيال ازمه لان كميه الهيستامين اللي طالعه بتبقى كبيره ما بقدرش اعمل لها انتاجونيزم، ولان في ميدياتورز اخرى غير الهيستامين بتبقى موجوده. الادويه الكنترولرز، الخليه الماستر في الكنترولرز هي خليه الماست سيلز او خلايا زي الايزينوفيلز وغيرها. الخلايا دي بتتحكم في الاتاك عن طريق انها بتريليس او بتسنسيتايز ميدياتورز. الخلايا دي لو شايله ايمينوجلوبولين اي على السطح بتاعها بسميها ارمد ماست سيل او ماست سيل مسلحه. اول ما تتعرض للانتيجين بيربط اتنين ايمينوجلوبولين اي ببعضهم، وده يدخل كالسيوم في الخليه، والكالسيوم يبتدي يريليز البري فورمد هيستامين ويبتدي يصنع لي عن طريق الفوسفولايبيز اي 2 انزيم الليوكوتراينز. لو قدرت امنع الباثوي ده انا بقدر امنع حدوث الاتاك. اشهر دواء هو الكورتيزون، بينهبت الفوسفولايبيز اي 2 ويوقف الليوكوتراين سينثيسيس. يليه في الاهميه اللونج اكتنج برونكودايليتورز يا اما بيتا 2 ستيمولانس يا اما الثيوفيلين، بتستيميوليت السايكليك ام بي او بتزود السايكليك ام بي، وده بيقلل لي الكالسيوم في الماست سيل. ادويه اقل اهميه الليوكوتراين دايركت دراجز بتنهبت الريسبتورز بتاعه الليوكوتراينز. الاميونوجلوبولين اي دايركتد ثيرابي بيروح على الاميونوجلوبولين اي ويهاجمه عشان يخلصني منه. الكرومولين لايك دراجز مش عارفين الميكانيزم بتاعها، لكن هي بتخلي الايمونوجلوبولين اي لما يمسك في الانتيجين ما يبتديش الكاسكيد اللي بيحصل في الماست سيلز. في ادويه اخرى عفى عليها الزمن زي الكيتوتايفين اللي بيمنع الهيستامين ريليز.